السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نفرجيكم كيف راح تاخذوا مثلا شتلة من هذه الصبرة. هذه صبرة بس تكبر، كل سنة بتصير تطلع وردة واحدة كبيرة. فخلينا نشوف كيف بدنا ناخذ منها مثلا زي هذه بنت إلها. إحنا بنسميها بنسميها صبرة الحموات. بدنا ناخذ بنت من بناتها وإن شاء الله راح نزرعها على أساس تصير شكل منفردة. خلينا نتابع. طيب نيجي هيك ونسوي إيش؟ ما راح نقص قص، حنقلبها قلب. شوفوا كيف مشرشة، هيها مشرشة. شو بنعمل؟ بس بنزيد التراب شوي، بنزيد شوية تراب على هاي. شو بنسوي؟ وبنحطها هيك. ايوه زي هيك، هاي حطيناها، بنزيد التربة حواليها. بس حاولوا انه ما تغطوها في التراب، لانه اذا غطتوها في التراب بتعفن وبتموت. ومنقوم بسقيتها. طبعا الصبر انا بسقيه كل فترة، مثلا بالاسبوع مرة او مرتين حسب الجو يعني، بس انا الاغلبية انه ما بسقيهم مش كثير. هذا هي صارت زي هيك الصبرة. وهي استفسارات، احنا ان شاء الله جاهزين. واكتبوا تعليقاتكم وحطوا لايك وعملوا مشاركة للفيديو اذا حبيتوه وحابين تشوفوا فيديوهات اكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقطع وازرع.